السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما احتفلنا بالهالوين وفرحنا وهيصنا ورقصنا وغنينا والدنيا زي الفل، الله ايه الهالوين ده يا جماعة؟ في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه كلمة هالوين. هالوين ده يا جماعة عيد بيقول لك بيحتفل بأرواح الموتى، لأنهم كانوا يظنوا إن هي بتنفع الناس أو بتضرهم. لذلك تجد الناس بيلبسوا وشوش الموتى والإيدين المتقطعة، وعيد الرعب والهلع الخوف، هو ده الهالوين يا جماعة. الناس اللي كانت بتدور على الرعب والخوف، يعني ايه الحلو ان احنا ندور على الخوف والرعب؟ يعني نحتفل ليه بعيد الخوف والرعب؟ ايه المرعب في كده؟ يعني لو عاوزين خوف ورعب موجود، الخوف والرعب شوف كده اهو، ده الخوف والرعب حقيقي. الله سبحانه وتعالى يخوف عباده سبحانه وتعالى، هو ده الخوف. يعني حاجة بسيطة، رياح بسيطة من الله سبحانه وتعالى تفزع القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرى ريح كان صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير، ويدخل البيت ويخرج ويقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم. فعندما يقال له لما تفعل ذلك يا رسول الله، قال أخشى أن تكون القيامة. الرسول خايف عليه الصلاة والسلام من الرياح. فجماعة هو ده عيد الهالوين. أما بقى بالنسبة اللي هيسأل ويقول لي إيه حكم الاحتفال بالهالوين، أقول لك يا رجل عيب عليك. إذا نحن مختلفين على حكم الاحتفال بالمولد النبوي، في ناس بتقول بدعة وفي ناس بتقول مش بدعة. هنيجي على الهالوين يا رجل، كبر دماغك يا رجل، توكل على الله روح اتعشى، اتعشى واشرب شاي.